بنصور مشهد في الجنينه هنا في المجر في بودابست. طول الوقت بتعدي ناس علينا في الجنينه واحنا بنصور، بيبتسموا وبنعتذر لهم، بيعتذروا لنا وبيعدوا. فجاه في شخص دخل دلوقتي شاور لي على الحجاب، زعقلي ايه اللي انت لابساه ده. فقلت له اوكي دي حريه شخصيه، وبعدين احنا وي ار ميكينج فيلم. فبدا يزعق ويشتم ويتخانق مع سواق التاكسي بتاعنا. ما عندناش حد بيتكلم مجري غير سواق التاكسي، فاستاذناه ان هو يجي يتفاهم معاه ويقول له احنا عندنا شغل ومحتاجين نخلص والا نجيب البوليس. فمشي شويه بعدين مسكوا ضربوا وستيل واقف. الحقيقه بقى غريب جدا المشهد ده، احنا بنتكلم جوه المشهد عن شخصيه جوه الدراما، المفروض ان هو اعتدى عليا عشان بنتي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وعشان انا محجبه. الغريبه انه فجاه لقيته واقف واحد قدامي حقيقي بيعمل كده. ده حقيقي بيحصل، ده بيحصل في اوروبا وفي امريكا في كل العالم. الاول الحريات يعني انا اقبل ان هم يبقوا ماشيين بالبكيني. انت قلتي له انا حره، قلت له انا حره عن فري، بس انا اقبل ان اثنين رجاله يبوسوا بعض في الشارع لانه مجبره احترم حريتهم، وحضرته مش محترم ان انا بعمل شغلي وانه انا محجبه. انا مش محجبه في الحقيقه، بس ايفن انا دلوقتي اعتبر نفسي محجبه، انا حره. تعرض ابن الفنانة والمذيعة منى عبد الغني لحادث سير مروع بعد أن صدمته مقطورة على الطريق تسير عكسي أثناء قيادته لسيارته. ونجا ابن منى عبد الغني من الموت بعد تعرضه لهذا الحادث الأليم. لتنشر منى عبد الغني من جانبها صورتها مع ابنها من داخل أحد المستشفيات ولقطات أخرى مفزعة من موقع الحادث. وعلقت منى عبد الغني على صور حادث ابنها ونجاته من الموت على انستغرام قائلة: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ابني حبيبي ربنا نجاه من حادث مروع بسبب سواق مقطورة ماشي في الطريق العكسي بعد الفجر، ربنا يحفظ أولادنا من كل سوء. وده صور حادث خطير طبعا، العربية دخلت تحت المقطورة. كويس ان هو نجي من الحادث الصعب ده. ازاز العربية طبعا اتهشم، المقدمة كلها اتهشمت طبعا، وهنا صورتها معاه وهي بتطمن عليه في احد المستشفيات. منى عبد الغني مولودة 14 نوفمبر 1964، ممثلة ومغنية ومذيعة مصرية، وهي واحدة من اربع اشقاء وشقيقات. التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1985، تزوجت من الفنان أحمد شريف سلامة المنتمي إلى عائلة سلامة الفنية المعروفة، وفي نفس العام شاركت في أول أعمالها التمثيلية وهو مسلسل الأبناء. أنجبت من زواجها الأول ابن وابنة هما ريم وكريم. كريم ده اللي نجا من الحادث الرهيب. انضمت مع المطربة المعتزلة حنان والمطرب علاء عبد الخالق في أوائل الثمانينات إلى الموسيقار عمار الشريعي ليكونوا فريق الأصدقاء الذي صدر عنه ألبوم كاسيت. في صورة نادرة حنان وعلاء عبد الخالق. ثم انفصل الفريق واستقل كل مطرب بنفسه، إلى أن تعاملت منى عبد الغني مع الموسيقي المعروف حميد الشاعري الذي وزع لها شريط أصحاب الذي صدر في عام 1987. ده اللي كسر الدنيا، شريط أصحاب. بعد كده أسباب وحبينا، كلها ذكريات جميلة. وأيوة لكن، والذي نجح نجاحا مدويا وجعلها في طليعة المغنيين الشباب في ذلك الوقت. عام 2001 وأثناء تقديمها لمسرحية ألاباندا مع محمد هنيدي والراحل علاء ولي الدين، توفي شقيقها في حادث سيارة، فاعتزلت الفن حزنا عليه وارتدت الحجاب وتوقفت بالطبع عن الغناء، الأمر الذي تسبب بمشكلة مع زوجها وحرص الانفصال بعد 17 سنة من الزواج. دي ألاباندا، هي كانت بتمثل في مسرحية ألاباندا. في نفس الفترة درست تجويد القرآن والتحقت بالمركز الثقافي الإسلامي. بعد فترة تزوجت من رجل الأعمال محمد أورا في 2006، ثم انفصلت عنه أيضا. هنا مع زوجها محمد أورا
وبنته ملكورة هنا مع زوجها أو طليقها بقى ده محمد أورا، هنا مع ملك أورا بنته. ومن المعروف أن الممثلة ملك أورا والدها هو رجل الأعمال محمد أورا، وزوجة والدها هي الفنانة منى عبد الغني. شاركت في برامج أطفال مثل يلا بينا واسمعونا، كذلك شاركت الفنانة ليلى علوي بطولة مسلسل نور الصباح. دي ملك أورا بنت طليقها محمد أورا. دي صور نادرة ليهم مع بعض. بعد الانفصال عن الزوج الثاني، تزوجت منى عبد الغني للمرة الثالثة من محمد يسري، وهو رجل أعمال يملك شركة أمن خاصة. بعد فترة من التوقف الفني، عادت منى مرة أخرى عام 2003 من خلال البرامج الاجتماعية والدينية والمسلسلات الدينية، ومنها برنامج منى وأخواتها، والذي يعد بمثابة صالون يعرف المرأة حقوقها وواجباتها، وبرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، ومن المسلسلات التلفزيونية التي شاركت بها بعد عودتها من الاعتزال على باب مصر وهارون الرشيد والمرأة في الإسلام والإمام النسائي وعيش أيامك والإمام محمد عبده. عام 2013 ناقشت رسالة بعنوان تدريبات مقترحة لتذليل الصعوبات التي تواجه دارسي الغناء العربي في أداء قالب القصيدة، وحصلت على درجة الدكتوراه. وعام 2014 قررت العودة إلى الغناء، ولكن من خلال أغاني ملتزمة دينيا. دي منى عبد الغني. من ناحية أخرى، قالت الفنانة المصرية منى عبد الغني أن قرار عودتها للتمثيل بعد غياب جاء بعد تفكير طويل، وأنها اكتشفت أن قرار الاعتزال كان خاطئا، وتشعر بالندم على سنوات فاتت لم تقدم خلالها أي إنجاز فني. وقالت في تصريح خاص لموقع إرمي نيوز: رغم بدايتي كمطربة ودراستي في معهد الموسيقى العربية، إلا أنني أعشق التمثيل أيضا، وقد قدمت أعمالا كثيرة على شاشة التلفزيون والسينما والمسرح أيضا. وكانت عودتي للتمثيل بعد غياب 17 سنة أمرا صعبا ومحيرا، لأنني كنت أبحث عن دور جديد ويعجب الجمهور. وتابعت منى عبد الغني: بعد عروض كثيرة جذبني دوري في مسلسل فوق السحاب أمام الفنان هاني سلامة، حيث أجسد في العمل دور شقيقته التي تمتلك صوت الحكمة وتحاول دائما نصيحته واتخاذ القرارات السليمة في حياتها الشخصية الصعبة، لأنها إنسانة وتمر بتحولات كثيرة. وقد بذلت مجهودا حتى أقدمها بشكل جيد، وسعيدة بعرض العمل في رمضان الذي أحبه جدا. والمعروف أن منى عبد الغني كانت قد اعتزلت الغناء وابتعدت عن الساحة بعد وفاة شقيقها وهو في 30 من عمره في حادث سيارة. وبعد فترة طويلة عادت للساحة وقدمت برنامجا تلفزيونيا بعنوان الستات ما يعرفوش يكذبوا، وبعد غياب 17 سنة عادت إلى الغناء بأوبريت القدس لنا، ثم أنتجت لنفسها ألبوما يضم 10 أغاني مؤخرا، كما تشجع ابنة زوجها ملك أورا على التوهج فنيا. من ناحية أخرى، كان قد احتفل الدكتور محمد أورا وأسرته بعقد قران رجل الأعمال إسلام خالد صلاح على ابنته مريم أورا شقيقة الفنانة ملك أورا. وشهد عقد القران الذي أقيم في قاعة مناسبات مسجد الشرطة بالتجمع الخامس حضورا كبيرا من الوزراء والسياسيين والفنانين والرياضيين، وعقد القران الداعية الإسلامي مصطفى حسني، وكان من بين الحضور علاء مبارك والمطرب محمد فؤاد، الموسيقار نبيل علي ماهر وزوجته مريم أبو عوف، ووزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، والفنان محمد مرزبان، والمخرجة كاملة أبو زكري. لفيف
من المشاهير علاء مبارك بيبارك، وهنا صور طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وهنا محمد غورة، صور جميلة من عقد القران. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.